مشاهدينا أهلا بكم. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة ل 8921 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة فيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.com أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع ل 7880 حالة بعد تماثل 52 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 212، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 438852 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، إلى حدود الساعة 10 من يومه الثلاثاء تم تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة فيروس كورونا، 52 حالة شفاء و0 حالة وفاة، ليصبح العدد منذ بداية الوباء في الثاني من شهر مارس الماضي بالنسبة للحالات الإصابات 8921، وبالنسبة لحالات الشفاء 7880، وبالنسبة لحالات الوفيات 212. إذن مشاهدينا كان هذا كل ما يتعلق مستجدات فيروس كورونا إلى حدود الساعة 10 من يومه الثلاثاء. وبدوري ما بقى لي إلا نودعكم ومزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر والتدابير الوقائية الاحترازية اللي أمرت بها السلطات. إلى اللقاء.